صنعنتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مستر بيتسو قبل بس ما ترد على السؤال, يعني احنا معانا النهارده الحاج ايمن خطاب. ازيك يا حاج ايمن؟ اهلا وسهلا كابتن, اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله, كله تمام. كل اللي انت شايفه ده يا مستر بيتسو عشان خاطرك. يا اي كان سي امين بيوتيفول, حاجه جميله. بشكرك جدا. انا جاهز الاكل, انا جاهز تحب الاكل ده كله؟ تحب الاكل ده؟ اه بحب الاكل ده فعلا, ما عندكش مشكله يعني. جود كوزين, فيري جود. ما في مشكله, هناكل كل حاجه حتى الفطير اللي شلتت. everything is good, thank you. ماي اي ام توكينج تو يو ماي اي. بشكرك, بكلمك وعيني على الاكل. هنروح دلوقتي وهناكل كل حاجه. يعني الحقيقه سؤالي اللي كان قبل الفاصل عن هل كان عندك امل ان انت تقدر تكسب بايرن ميونخ, هذا الفريق العظيم الكبير اللي واخد بست بطولات في عام واحد, وكانت بطوله كاس العالم كانت البطوله السادسه, هل كان عندك امل؟ I think every coach who was اعتقد كل مدرب في كاس العالم believe that he can win, بيؤمن ان ليه حظوظ يكسب اي مباراه. It's important, وده مهم جدا لان كره القدم بتشهد مفاجات كتيره. في مباريات كتيره عمرك ما تخيلت وتوقعت نتيجتها النهائيه, وما كانش عندك احتمال لفرقه تفوز وكانت بتفوز, وده جمال كره القدم. لو اسالك من الاول في تشامبيونز ليج, في بطوله افريقيا, بطوله اوروبا, التشامبيونز ليج, لو قلنا بالبرشلونه وبايرن وكل الفرق الكبيره, بين الفرق الكبيره اللي كانت موجوده في البطوله وتشيلسي لو اصغر منهم, هل كنت ممكن تؤمن بحظوظ تشيلسي يكسبوا بطوله رابطه الابطال الاوروبيه؟ طبعا انا بصيت لتشيلسي بيلعبوا مع فرانك لامبارد, ما كانش افضل فرقه. لكن شو دلوقتي كره القدم طورت ازاي؟ نفس الفريق هو هو نفس الفرقه اللي كنا منتقدها في الاول, هي خدت بطوله اوروبا في الاخر. دايما حاجه دي ليك دايما حطها في دماغك, لعمرك ما ممكن ما تهديش اهتمام لفرص الفرقه حتى فرص صغيره. طبعا كان عندي ايمان وعندي عقيده ان ممكن اكسب قدام بايرن ميونخ, وكنت شايف حتى لغه الجسد لعيبتنا كان عندهم قد ايه حماس ومتحمسين وعندهم امل انهم يكسبوا. وانا كمدرب كان لازم بس اهم حاجه ان اجود اداء اللاعبين بتوعي عشان يعني قريبين من جوده لاعبي بايرن ميونخ. طبعا عارف فرق الفروق كبيره, طبعا بمنتهى الامانه مش ممكن نفس المستوى في الجوده, ولكن في الاخر كره القدم 90 دقيقه 11 قدام 11 ممكن يكون اي نتيجه تتحقق. طبعا صعب ان اكسب, بس انا في نسبه مئويه للفوز. كنت بدافع عن النسبه بتاعتي حتى لو النسبه ضئيله, لكن برضه المفروض نكون اذكياء في نفس الوقت. ما ينزلش بقلب كبير وبحماس كبير وبمشاعر ونقول بحماس نقول هنكسب, وتفتح المجال لبايرن ميونخ ان هو يوصل عندك للبرمجه. الفرقه دي كسبت برشلونه 8-2 من شهر سابق قبل البطوله, وكان ميسي كان موجود في الملعب. ليه ميسي ما جاش يقول انا هفتح الماتش والعب ماتش مفتوح قدامه, والعب ماتش مفتوح قدام فرقه كبيره زي بايرن ميونخ. انت حاول بس تبقى هادي وقرب صفوفك وتلعب بهدوء, لان ممكن تخسر 10-0. طبعا مش ممكن تقبل حاجه زي كده, نديها حاجه زي كده في حاجه هتبقى حاجه مقلقه قلق كبير للدوله والفريق ولكل الناس. طبعا نخسر نتيجه تقيله, وانا كمدرب لازم ازاي ادير مباريات زي دي وازاي اعرف اتعامل مع مباريات كبيره بالحجم ده. اوكي, بس هو طبعا حزنت ان اسجل فيها هدف تاني. كان هتبقى طبعا افضل.